لسه دراما رمضان كل يوم بتكشف الجديد، مش بس في الأحداث ولكن كمان في ظهور فنانين جداد في النص الثاني من شهر رمضان. ورغم أن الجمهور عرف أبطال مسلسلات رمضان وكمان حافظ الشخصيات، إلا أنهم هيتفاجئوا خلال الأيام اللي جاية بظهور شخصيات درامية جديدة، والشخصيات دي رئيسية ومش فرعية. فمثلا خالد سليم كانت بداية ظهوره في مسلسل مأمون وشركاء في الحلقة 16، وقام بدور الابن الأصغر لمأمون أو الفنان عادل إمام، ومتجوز من فتاة يهودية، وبيتعرض لمشاكل كتيرة جدا خلال أحداث المسلسل اللي بيقوم بإخراجه رامي إمام. ماما شرفت يا حلت امك. انا المعتز بالله يا عم مأمون. المعتز بالله مين؟ جوز بنتك زينب. وفين زينب؟ اقدم لك طنط رحيل حماتي. الله، اسم جميل قوي، رحيل. ومستعجلين ليه؟ افتح المحبس، عايز اخد دش. ما انت خدت دش امبارح والميه غليت بقى. بصراحه ربع جنيه اهو في طريقه يجيب كل اللي انت عايزه. وكمان الفنان حسن الرداد بيشارك السنه دي في بطوله نيلي وشريهان، وظهر في العشر حلقات الاخيره من المسلسل، واللي بيقوم ببطولته الدنيا وايمي سمير غانم. وقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسى النهارده مع بنداري. نيلي وشريهان؟ ايوه. وهيعملوا فوازير السنه دي ولا ايه ده؟ صغر سيخي يا عم. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ دي ما تربتش ربع ساعه. دول قرايبك انت، ودي بنت اخوك انت. دي الست صباح تبقى خاله شاري هاني، واخت شاديه مرات عبد الحليم. وبيجسد الفنان حسن الرداد دور مو، وهو الحبيب الاول لنيلي، وهو شاب بيعيش حياه مرفهه، والصبح قاعد على البحر وبالليل في الديسكو. وكمان ظهرت الفنانه شيماء سيف من الحلقه 16 من مسلسل نيلي وشريهان، وبتقوم بدور هجامه بتساعد نيلي وشريهان عشان يلاقوا كنز جدتهم. والمسلسل من تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر، ومن إخراج أحمد الجندي. أما الفنان محمد فراج فبيقدم السنة دي دور طبيب نفسي في مسلسل سكوت حر قدام الفنانة نيلي كريم، وبرده كانت مفاجأة لينا أنه يظهر لأول مرة في أحداث المسلسل في النص الثاني، وخاصة لأنه قدم بطولة السنة اللي فاتت مع نيلي كريم برده، لكن في مسلسل تحت السيطرة. بعد ما عيشتيهم طول السنين اللي فاتت دي فكرت ما ينفعش اللي عملتيه مرات ريهان. عرفت امتى ان ملك بتروح لدكتور نفسي؟ وكمان ظهرت في نفس المسلسل الفنانه وفاء صادق في النص الثاني من احداث مسلسل سكوت حر، وقدمت دور مديره المصحه النفسيه اللي بتعالج فيها ملك، واللي بتقوم بدورها نيلي كريم، ومسلسل من إخراج شوقي المجري. وفي مسلسل الأسطورة كمان ظهرت الفنانة ريم مصطفى في الحلقات الأخيرة من المسلسل، وبتقوم بدور الزوجة الجديدة لمحمد رمضان، ونفس الكلام مع المذيعة هند رضا، واللي كان أول زول ليها في مسلسل الأسطورة من الحلقة 16، وبتقوم بدور سكرتيرة. مش كل واحدة قالوا بتيجي في عين التاني بتبقى بجاحة، ساعات بتبقى ندم. حبيني طول عمرك مخلص يا ناصر. أسطورة الكلام لاي بره. تعرفني مين اكبر راس في البلد ممكن يخدمني وانا اروح؟ انا البلد يرتاح. انا البلد.